زي ما تابعنا من خلال التقرير اللي فات رصد لأهم المشروعات اللي بتحدث على الأرض في محافظات مصر المختلفة، بنتكلم على الشرق، الغرب، الشمال، الجنوب، في كل شبر من أرض مصر في مشروعات كتيرة قوي اتنفذت في المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة واللي بتهتم في الحياة بكل الجوانب التنموية والخدمية. بنتكلم على مجمعات خدمية متكاملة، بنتكلم على صرف صحي، بنتكلم على محطات شرب، يعني تفاصيل كتيرة قوي موجودة في هذه المبادرة، الهدف منها الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذ مصطفى زمزم أحد سفراء مبادرة حياة كريمة اللي بينضم لنا عبر الهاتف. صباح الخير يا أستاذ مصطفى. صباح الخير أستاذ أحمد، أهلا وسهلا يا فندم. يعني عاوز أعرف حضرتك بقى، يعني بأعين المتابعين لما يتم على أرض الواقع، شايف إزاي مبادرة حياة كريمة؟ الحقيقة حياة كريمة حصل طفرة كبيرة جدا في الريف المصري ولخدمة أكثر من 60 مليون مواطن. طبعا احنا ما وصلناش للعدد كله، لكن 1500 قرية في المرحلة الأولى اللي عمل فيهم على قدم وساق بشكل يومي، متابعات من الأجهزة التنفيذية للدولة وعلى رأس كل اللجان والأجهزة، دولة رئيس مجلس الوزراء وبإشراف ومتابعة يمكن شبه يومية من فخامة السيد الرئيس. وده الحقيقة بيدي زخم كبير جدا في القيمة المضافة للمشروع، سلاسل الإمداد اللي بتحصل، خلق كمان فرص عمل لأكثر من 300 ألف مواطن بيشتغلوا على جانب المبادرة القومية لتنمية الريف المصري. بنتكلم على كمان تكوين المنتج المحلي، والنهاردة قدرنا نعتمد على مصانع في كثير من الأدوات والمستلزمات اللي محتاجينها في الصرف الصحي وفي شبكات الغاز والكهرباء والمياه وكل المنشآت البنية الأساسية والتحتية والفوقية أيضا. لما نتكلم على مجمعات حكومية كان أهالينا ممكن يستخدموا وسائل مواصلات أو طرق طويلة لقضاء احتياجاتهم من الإجراءات الحكومية أو بعض المستشفيات أو الخدمات اللي كانوا بيترددوا عليها في العواصم المحافظات. لا، إحنا النهاردة بقينا بنتكلم على هذه المشروعات والمجمعات الحكومية موجودة في القرى المصرية. بنتكلم على فرص عمل بيتم الآن العمل عليها من المجتمع المدني ومن أعضاء التحالف الوطني، ضخ أكثر من 10 مليار كمان الفترة دي من فخامة السيد الرئيس لأعضاء التحالف الوطني عشان يبقى في حزم من التدخلات الاقتصادية والنقدية والاجتماعية والطبية، وكثير من الدعم الغذائي لأكثر من 2 مليون كرتونة هيبدأوا يتحركوا الفترة الجاية في مبادرة وصل الخير من مؤسسة حياة كريمة وباقي أعضاء التحالف الوطني. فهناك سلسلة من الإمداد والدعم والتركيز والاستراتيجية الواضحة في وقت زمني محدد بتعمل عليها كل أجهزة الدولة والمجتمع المدني والشراكة مع دور المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص. وهنا دي يمكن بنحقق وبنوطن أهداف التنمية المستدامة 2030 مع جميع المبادرات الرئاسية داخل الريف المصري. صحيح أستاذ مصطفى، يمكن من النقاط المضيئة في حياة كريمة مسألة تضافر الجهود والتنسيق اللي تم مع مؤسسات المجتمع المدني، لأنه يمكن قبل كده كانت كل مؤسسة شغالة لوحدها، كان هناك شغل في يعني كل القرى المحتاجة لده. طبعا مش كل القرى اللي وصلت لها حياة كريمة، لأنه في قرى حياة كريمة هي أول من دخل هذه القرى، ويمكن شفنا ده في وادي الصعيدة في أسوان بنفسنا. لكن عايز أسأل حضرتك، فرق الشغل بهذه الطريقة اللي تمت بمسألة التنسيق مع كل مؤسسات المجتمع المدني، فرق جودة التطوير اللي تم في القرى عن اللي كان بيحصل قبل كده؟ السؤال مهم في جزئيه محدده كمان. النهارده ان احنا زي ما حضرتك ذكرتي في بعض القرى كانت ممكن تستفيد اكثر من مره، يبقى في تكرار لبعض الخدمات من بعض المؤسسات. النهارده من خلال التحالف الوطني اللي امر بيه السيد الرئيس في 13 مارس الماضي، بدانا كاعضاء داخل التحالف اكبر 24 مؤسسه اهليه وبالتعاون مع الاتحاد العام للجامعات الاهليه وكثير من الوزارات المعنيه، التضامن الاجتماعي وباقي الوزارات، من خلال قواعد بيانات تكافل وكرامه ومشروعات التموين ورغيف الخبز. كل هذه القواعد البيانات قدرنا نوحد ونستهدف الغير قادرين بشكل مباشر، قدرنا كمان نزود خدمات تمكين اقتصادي من خلال المنظمات المجتمع المدني. يمكن ده شفناه امبارح حضراتكم
كنتوا موجودين معانا في بساط كريم الدين في مركز شربين في الدقهليه، قريه فيها كل مشروعات حياه كريمه شغاله الان. نزلنا كمجتمع مدني، بدانا نشتغل مع وزاره الهجره ومحافظه الدقهليه ووزاره التضامن الاجتماعي، وسلمنا 30 مركب للصيادين والعماله غير منتظمه، وانشانا لهم سلكه حفظ اسماك وقوافل طبيه كانت شغاله في القريه. وكل اعضاء التحالف الوطني بيشاركوا وبيشاهدوا التعاون وتوحيد الجهود، وان احنا كمان نبدا نشوف الفرص المتاحه وننميها، وان يبقى في قيمه مضافه بتحصل داخل الكره المصريه، لان في تنميه انسانيه يا استاذ مصطفى وتوفير فرص عمل مش بس مساله تطوير للقرى في الخدمات صحيح. والمرافق الحيويه بكل تاكيد. ده كلام حضرتك مظبوط فعلا. احنا الفكره الدوله بكل اجهزتها بتعمل على مد جميع الخدمات الاساسيه والبنيه الاساسيه والتحتيه والفوقيه وانشاء المجمعات الحكوميه. المجتمع المدني والقطاع الخاص هو دوره الرئيسي في اتاحه الفرص العمل والتمكين الاقتصادي، وده اللي بدانا نعمله من خلال مصانع ومراكز استدامه في حرف يدويه وتراثيه في قرى مشهوره بكثير من المنتجات او ذات المنتج الواحد، وده الحقيقه اللي هنعمل على تطوير هذه المنتجات وتصديرها. والسيد الرئيس الحقيقه كمان في اسبوع الصعيد لما زار اسوان، ويمكن هنا هو ده المحور الاقتصادي للمبادره يا استاذ مصطفى اللي حضرتك بتتكلم فيه، ده المحور الاقتصادي للمبادره. مظبوط. طيب يعني بصفه حضرتك ممثل للجمعيات الاهليه والمجتمع المدني، ايه اللي نفسك تشوفه في حياه كريمه؟ يعني ايه اللي بينقص هذه المبادره؟ يعني من وجهه نظرك كده من على الارض، ايه اللي يخلينا نروح لحته افضل كمان؟ خليني اقول دي نقطه في غايه الاهميه الحقيقه، لان يمكن دايما لما بننزل القرى بنتكلم مع اهالينا هو الوعي. يعني انا لو ما عنديش وعي يا استاذ احمد في القرى ومبادره هتنفق صحيح. عليها ما يقرب من 800 مليار، احنا ممكن ندمر كل ما تم انجازه. لو مش بحافظ على هذه المنشات وهذه الخدمات والمرافق داخل القرى المصريه وعلم ابنائنا واطفالنا الصغار صحيح. ان دي فلوسهم وده انجازاتهم وانجازات الدوله المصريه هي انجاز المواطن، يد الاهمال هتطال مره اخرى يعني هذه المشروعات وهتتدمر ويبقى ليس لها قيمه ولا وجود. ويمكن ده علشان كده السيد الرئيس دايما يا استاذ مصطفى بياكد على ان المعركه الحاليه هي معركه الوعي. صحيح، ده كلام حضرتك مظبوط، لان انا النهارده هحافظ على هذا الحجم العملاق، لانه هو ثالث اهم مشروع يمكن يحصل في العصر اللي احنا بنعيشه من وقت ما كان في قناه السويس والسد العالي. النهارده لما بنقول مشروع القرن هو مشروع حياه كريمه، هل هنستمر في الصيانه والدعم والرقابه المجتمعيه وكل عمده وشيخ بلد وقاده راي وفكر والشباب بتوعنا اللي موجودين في القرى واللي بينشئوا جمعيات وبيعملوا جمعيات قاعديه، لازم تراقبوا ده ولازم تحافظوا عليه، ومفيش صحيح. حد يهمل هذا الحجم الضخم من المشروعات، لان ده مش هيتكرر على مدار سنين قريبه. مفيش يعني دوله او منظمه الحكومه والاجهزه التنفيذيه تقدر على هذا الحجم من المشروعات وهذا الحجم من الانفاق داخل الريف المصري. فبالتالي لو مفيش وعي فعلا ومفيش معركه من كل اجهزه الدوله، مش من وزاره الاوقاف والمساجد صحيح لضمان استمراريه جوده هذه المشروعات اللي بتقام داخل الكره المصريه من خلال مشروع حياه كريمه. عايز اسال حضرتك اصعب مراحل التطوير اللي تمت في قرى المرحله الاولى من وجهه نظرك، وازاي شايف انه نحفظ جوده هذه المشروعات بعد كده؟ الحقيقه يمكن اصعب حاجه كان في الحصر الميداني اللي بيحصل من كل اجهزه الدوله مع المجتمع المدني مع كل الاجهزه المحليه، لان الحقيقه احنا حصل عندنا، ويعني الواحد مش عاوز بس يعني يبقى سبب في بعض الامور اللي يمكن بتضايق المواطنين، لكن احنا حصل تجاوز في الاراضي الزراعيه وبناء الاراضي الزراعيه بشكل يعني مخيف. احنا جينا فتره من الفترات في وقت كانت الدوله فيها ما فيش سيطره طبعا كامله، وقت الثوره والحكم ما بعد الثوره كان عندنا انتهاك للاراضي الزراعيه بناء بشكل عنيف جدا على الاراضي الزراعيه، وده الحقيقه غير خريطه التنميه. والخريطه من لما حضرتك بتبتدي تشتغل على بحث وتطوير ودراسات غير ما بتبدا تنفذ على ارض الواقع، وده كان الحقيقه
قابل الدولة وأجهزة الدولة في مشاكل كثيرة جدا في مشروعات البنية الأساسية والتحتية، وأخر الحقيقة في بعض القرى بعض المشاريع، لأن كمان إن في خارج زمام الحيز العمراني تلاقي 40 و50 بيت تم إنشاؤهم في أملاك دولة وأراضي زراعية أو بشكل غير قانوني، ده بيأخر كتير بعض الخدمات، وبتلاقي شكاوى كتير جدا في هذه القرى. لكن طبعا السيد الرئيس وجه ان هذا الامور العبثيه تنتهي فورا، وممنوع اي انشاء مباني خارج الحيز العمراني او الجزء الخاص بالارض الزراعيه عشان نحافظ على الارض الزراعيه للابناء. الشق التاني من سؤال حضرتك ازاي هنحافظ على ده، زي ما قلت هو معركه وعي كبيره جدا من المدرسه، من المسجد، من الاعلام، من المجتمع المدني، من كل اجهزه يعني الدولة. هو الوعي يا استاذ مصطفى علشان يتحقق لابد من تضافر كل الجهود، تضافرنا مع حضراتكم كاعلام وكمجتمع مدني، وايضا لابد ان يكون هناك دور لوزاره الاوقاف والازهر وكل مؤسسات الدوله، يجب ان تتضافر من اجل وعي المواطن المصري باهميه ما يتم على الارض، لان مبادره حياه كريمه هي مبادره غايه في الاهميه، لان بيستفيد منها اكثر من 60 مليون مواطن مصري، بتوفر لهم حياه كريمه. الاستاذ مصطفى زمزم احد سفراء مبادره حياه كريمه، بنشكر حضرتك فندم على هذه المداخله.